هذا سؤال وجيه ومهم، لان فيش اثناء شهر رمضان اللي ملي كيكون مزمن حاجه اخرى. شهر رمضان كما الاخت الكريمه، شهر رمضان الجهاز او الجسد ديال الانسان في النشاط ديالو اليومي كيختلف ما بين رمضان وخارج رمضان نظرا للطبيعه ديال الصيام بالطبع، لانه الامساك على الطعام لمده 12 14 16 ساعه. دونك حيت في الذات ديال الانسان كتفرز واحد العدد ديال الهرمونات، واحد العدد ديال المواد في الذات اللي كيمكن تاثر في رمضان. بحال دابا مثلا كما قلنا السكري كيمكن ملي كيكون في رمضان، واخا انسان اللي ما عندوش سكر كيمكن على طول النهار كيمكن يوصل واحد الدرجه اللي منخفضه، ولا بالعكس كتكون عاليه وكيمكن تسبب ما بين الاسباب ديالها هذه القضيه ديال الراس، وكتكون مزعجه وكتكون معها حتى واحد الاضطراب، واحد اللي كنلاحظوه مثلا بالخصوص في زوال ديال رمضان، الاضطراب اللي كيمكن يوقع عند كثير ديال الناس، هادشي ديال الراس والتوتر والارهاق. دونك هاد المسائل هذه خصنا نضبطوها مزيان. لتجنب اولا وهو الانسان يحترم الحميه ديال رمضان. رمضان شهر مهم جدا فيما يخص التغذيه، انا اولا التغذيه يكون توازن اولا في الماء، الماء ضروري انه والعصير سواء سائل اللي يكون زعما كثير في الليل ملي كيكون كيفطر الواحد، ويدير توازن في السكريات وما يكونش افراط في المواد بحال الدهنيه او البروتينات، ويكون التغذيه تكون متفارقة بيناتها، وبالخصوص اعطي الراحة ونوم كافي، لأن واحد عدد كبير ديال الناس كينعسوا واحد كيسهروا بلا قياس وكينعسوا وقت قليل، هذاك اوتوماتيك ممكن يأثر عليه بالنهار ويعطيه الراس ويعطيه التعب وهاد المسائل. دونك هذه ما بين الحوايج اللي مهمة خصو يحترم الإنسان، والمشي كذلك والرياضة. الشقيقه اللي كتجيهم واللي كتحس هي درجات على حسب المرضى، كاين اللي كتكون زعما صعيبه بزاف وكاين متوسطه. الانسان اللي عنده شقيقه ضروري انه من الافضل انه اولا هذه الحميه هذه يحترمها مزيان، وثانيا ياخذ الادويه ديالو مسبقا باش يمكن تعطيه كل الحدود باش على الاقل تخفف القوه ديالو، لان هاد الشقيقه صعيبه. والحمد لله الان كاينه هناك ادويه جديده اللي تكتشفت وكتساعد على طول، وبالخصوص في شهر رمضان.